بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى رب العالمين، وصلى الله على عبد الله ورسوله سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها في الدين يا رب العالمين. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب صب الماء على البول في المسجد. هذه حادثة سيذكرها لنا الإمام البخاري، فيها عدد أو عدة من الفوائد. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنه أن أبا هريرة قال: قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. الحادثة أيها الأحباب، أولا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مفروشا أو ممدودا بهذا السجاد أو هذه البسط التي في عصرنا. قال: بما كان ممدودا؟ بأفخر منها؟ قال: لا، لا بأفخر ولا بأعظم ولا بشيء، لم يكن ممدودا إلا بالحصى والتراب فقط، على التراب سبحان الله يسجدون. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان قال لهم: إني أريت ليلة القدر كأني أسجد في ماء وطين. قال: فنزل المطر فوقف سقف المسجد، يعني سقف المسجد صار ينقط، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض فرفع رأسه، فرأى الصحابة في وجهه ماء وطين، فعرفوا أن تلك الليلة ليلة القدر. منين عرفوا؟ إذن الأرض إيش كانت حتى حمل وجهه الماء والطين؟ كانت ترابا فقط، سبحان الله العظيم. الآن مظاهر وتفاخر، وخلت الروح، فقدنا الروح التي كانت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، سبحان الله العظيم. إذن أيها الأحباب، ليس الشأن بالمظاهر، هذه الفائدة الأولى من الحديث. كان المسجد بسيطا جدا، سقفه جذوع الأشجار، بعض الجذوع وورق النخيل، شجر النخيل فقط، هذا سقفه، بحيث إذا نزل المطر كان المطر ينزل على رؤوسهم من بين هذه الأشجار، سبحان الله العظيم. قال: دخل رجل بسيط غريب مسلم أعرابي سمع بالإسلام، دخل في الإسلام، جاء ليتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويرى المسجد ويرى الإسلام. دخل هذا نظر، طلع المسجد بسيط، يعني هلأ في زماننا ممكن الإنسان يدخل يلاقي مثلا مفروش ممدود ينتبه، في ذلك الوقت وجده المسجد بسيطا جدا، وجده من التراب ومن الحصى مفروشا، فقال: هذا المكان يصح أن يعني أبول فيه. أخذ هكذا طرف من المسجد، رفع ثيابه بال في المسجد، أخذ طرف. الصحابة في روايات أخرى للحديث قال فيعني أحاطوا به، أحدقوا به، صاروا يعيطوا عليه: ماذا تفعل في المسجد؟ تبول في المسجد؟ رفعوا أصواتهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه كمل بول خلص. فلما فرغ، سبحان الله، في رواية أخرى أيضا في الحديث في الصحيح أيضا قال: دعوه لا تزرموه. تزرموه يعني تقطع عليه بوله، يعني الإنسان إذا كان يعني في مثل هذه الحالة يبول وأصابه شيء من الخوف قد يمرض، إذا انقطع بوله في هذه الحالة وارتعب خاف يصيبه مرض لا سمح الله من أمراض الجهاز البولي. النبي عليه الصلاة والسلام رحيم لطيف: لا تزرموا، عفوه عفوه، خلي كمل، لا تخوفوا في الحالة هي، دعوه لا تزرموا. فلما فرغ قال: هريقوا على بوله سجلا أو ذنوبا. السجل أو الذنوب مثل وعاء سطل، يعني نحن نقول له كتوا عليه سطل من ماء. طبعا نحن في هذه الأرض أيها الأحباب ينبغي أن تغسل، أما في تلك الأرض ماذا يفعلون؟ يهرقون الماء عليها حتى تتشرب الأرض، النجاسة تدخل في باطن الأرض فتذهب ويبقى ظاهرها طاهرا، فيجوز السجود عليه مرة أخرى. هريقوا عليه يعني صبوا عليه ذنوبا أو سجلا من ماء. فإنما قال لهم صلى الله عليه وسلم: فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. هذا جاهل ما بيعرف، لو بيعرف ما سواه. فالإنسان أيها الأحباب
يكون لطفه أحسن أسلوبا في الدعوة إلى الله. لطفك أنت، تعاملك الطيب مع الناس، مع غير المسلمين أو مع الجهال من المسلمين أو مع الأطفال من المسلمين، هذا أحسن أسلوبا في الدعوة إلى الله. في بعض الروايات للحديث أيضا، لكنها في غير صحيح البخاري، قال: فلما نظر هذا الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قاله معه، ونظر إلى أصحابه وما صاحبه واتعيط عليه، قال: وقف على باب المسجد ثم رفع رأسه فقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. هذا اللي عطف عليه ارحمني معه، بس غيره ما بدي هنا، أنا ما بحبهم، لا أريدهم. سبحان الله العظيم، سبحان الله أيها الأحباب، كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شفوقا رحيما لطيفا، يتعامل مع الناس بخلقه ويجذب الناس بأخلاقه صلى الله عليه وسلم. ولهذا أسلم الناس على يديه أفواجا، أفواجا بهذا اللطف. إذن استفدنا من هذا الحديث عدة فوائد. أولا، عدم التفاخر في المسجد. فالآن المساجد التي يكثر فيها من الزينات هذا مكروه، حتى قال بعض أهل العلم إن التفاخر في الجدران والبناء قد يصل إلى الحرمة. يعني سبحان الله، هذا ما يحدث في زماننا الآن غير مناسب في المساجد، والمساجد وضعت للذكر والدعاء ولم توضع للتفاخر والتأمل كالكنائس. الكنائس بيدخلوا بيتفرجوا بس على الحيطان، أما من الداخل فارغة. مساجدنا إن شاء الله مملوءة بالعلم، ليست الغاية المشهد المظهر، لا بأس، مطلوب أن تكون نظيفة، مطلوب أن تكون مرتبة، لكن ليس شرط الزخارف، هذه ليست بشرط. إذن هذه الفائدة الأولى، عدم كثرة الزخارف في المسجد. الفائدة الثانية، اللطف في التعامل مع الجهال إذا دخلوا إلى المسجد. شفت ولد صغير، كثير من أحبابنا في الجامع وغير الجامع، يلا وراك، يا لطيف يا لطيف، إلا شوي نقتله. ليش؟ ليش؟ ليش نهرب الولد من المسجد؟ بنقول له إيه ابني خلاص، يعني بحزم لكن بدون أسلوب جاف، بدون أسلوب منفر، بدون كلام سيء، يلا يا ابني هكذا بحزم، خلاص وقف، انتهى، فهم الولد. أما العياط والكلام السيء ورفع الصوت، تلاقي بعيط هو أكثر من كان بعيط الولد. الولد كان بعيط كلمتين، بعيط هو 10، لكن أنت أسأت لأدب المسجد أكثر من أساء الولد من حيث لا تنتبه أنت. فالمسجد له أدب أيها الأحباب، عدم رفع الصوت في المسجد. أيضا الفائدة الثالثة، إذا كنا في مكان وكان هذا المكان أرضا ترابا فأصابته نجاسة، كيف يطهر؟ بصب الماء عليه حتى يزول ظاهر النجاسة. تربة، الشجرة كذا نزل عليها نجاسة، هذا التراب بتم نجس؟ قال لا، ممكن أن يطهر. كيف يطهر؟ بصب الماء عليه، سموا العلماء مكاثرة الماء، يعني كثر الماء عليه حتى تتشرب الأرض النجاسة. فإذا رأينا ظاهرها ليس معد في رائحة ولا ظاهر عليه نجاسة، فقد طهرت هذه الأرض. اللهم إنا نسألك علما نافعا، قلبا خاشعا، رزقا حلالا واسعا، وأن تخلقنا بأخلاق سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.